يعني سلمان، دائما بنبلش فقراتنا بالناحيه الطبيه اللي دائما تكثر الاسئله عنها. اليوم رح نحكي عن موضوع منتشر كثير كبير سلمى، ما في سن محدد، بصيب الشيخوخه، كبار السن، بصيب الشباب، فتره المراهقه، اعمار مختلفه. صحيح. هي مثل ما بنسميها نحن الاكتاف المدوره، يلي لها اسباب عديده لحتى تتشكل والى مضاعفات كمان. صحيح فرح مثل ما قلتي، ويمكن هلا عم نشوفها عند الشباب بشكل كثير كبير. عم نشوف الشباب ما عم يقدروا يفردوا ظهره مثل ما بيقولوا، اوجاع متعدده وخصوصا بمنطقه الاكتاف لاسباب عديده مجهوله، البعض بيسميها اسماء يعني مختلفه بالعاميه، يعني بيعود اسبابها كل واحد بيفسرها على كيفه، ولكن هي بالحقيقه لها اسباب علميه ولها طرق علاج ايضا فيزيائيه، واللي هي يمكن الافضل العلاج الفيزيائي. اليوم رح نتعرف بالتفاصيل على هي المشكله، اسبابها وكيفيه علاجها. بصيرنا نرحب بضيفتنا بالاستوديو صبا الديب، وهي اخصائيه ومعالجه فيزيائيه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير عن جديد، واهلا وسهلا فيك. اليوم لما بنحكي عن الاكتاف المدوره حسب التسميه الرائجه مثل ما بنقول، خلينا نعرف بالبدايه شو هي وشو اسباب تشكلها. الاكتاف المدوره اللي هي او اسمها لها كذا تسميه، هي كيفوسيز، راوندد شولدر، ماما ستشار، يعني هي تحت متسميات كثيره. راوندد شولدر هي جر لوحين الكتف للامام، يعني بصير لوحين الكتف للامام، بصير عندنا نحن كمان تقدم الراس للامام بصاحبه، لانه هي بصير متى صار عندنا جر لوح الكتاف رح يصير تقدم بالراس نحو الامام. هي مشكله شائعه جدا بيعاني منها البعض، ترافق مع آلام مزمنة حادة بالرقبة وبالكتفين. يعني هي المشكلة عم تكون الوضعيات، نحن هلأ خصوصا هلأ قدام مشكلة الموبايل، 90 يعني من الحالات يعني بيكون يا بلش عنده بده يصير عنده أكتاف مدورة يا بلش وعم يتقدم إسا أكتر. فالمشكلة يعني ما أنا يعني ما لازم نهملها. خلينا نقول التكنولوجيا هي السبب الأساس. طبعا هي تكنولوجيا، طبعا هلا في اسباب اخرى، هي كمان بتكون احيانا في عندنا مشكله التغيرات بالبنيه الهيكليه للعضلات والعظام، كمان هي بتعمل لي هاي المشكله. بيكون عندي احيانا مشاكل انا يعني كيف بستشار، يعني وضع عدم توازن عضلي بين عضلات الصدر الاماميه وعضلات الظهره العلويه، يعني وقتها بيكون كيف يعني عدم توازن، يعني عندي هون انا نتيجه هاي الوضعيه انا قاعد كل النهار هيك وعلى اللابتوب او على الموبايل رح يصير عندي قصر بالعضلات الصدريه هون. متى صار قصر؟ صار انكماش ورح تضعف نفس الوقت العضلات الظهر العلويه، هون صار عندي عدم توازن بين عضلات الصدر الاماميه وعضلات الظهر العلويه. جينيتكس، يعني عوامل وراثيه، يعني انا بجوز يكون عندي مشكله وراثيه رح تسبب لي خلل بترتيب فقرات العمود الفقري، رح تاثر لي على البنيه العظميه. فانا وقتها بده يصير عندي كمان يكون عندي عامل وراثي، كمان ممكن يعمل لي حداب، راوندد شولدر، كيفوسيز، هي ممكن كلها. تشكل حدبه بهذا الموضوع اذا قلنا على الفترات الطويله. طيب هلا نحن بيقولوا لك انه شو فرقه الراوندد شولدر عن الحداب عن الحدبي اولا. تمام. هلا نحن الكيفوسيز الحداب اللي هو بصير عندنا يعني تقدم مفرد بالعمود الظهر العضلات لقدام، هو بيعمل لي اعراض راوندد شولدر وبيعمل لي هامب، هو السنام او الحدبي مثل ما متعرف عليه، وبيعمل لي تايت هامسترينج، يعني بيصير شد بعضلات الساق الخلفيه او متعرف عليه كالف ماسل او بطه الاجر. ليش نحن بصير عندنا تايت بالهامسترينج؟ لانه بصير عندي انقلاب حوض خلفي، هي كلها من اعراض الحداب الكيفوسيز. يعني الكيفوسيز بيعمل لي هو الراوندد شولدر وبيعمل لي الهامب. طبعا مثل ما حكينا الحداب هو نتيجه تغيرات بالبنيه الهيكليه للعظام والعضلات، فنحن قدام اسباب كثيره، ما فينا نقول انه هاي سببت هاي ولا هاي، نحن مثل ما قلنا هو تغيرات بتكون بالبنيه العضليه والعظميه. طيب خلينا نتعرف اليوم، حضرتك قلتي فينا نقول انه هدول اعتبروا من امراض العصر حاليا او زياده وجودهم، سابقا كان يمكن هي الاعراض نشوفها بس عند التقدم بالعمر ان كان الحدب وغيره، حاليا عم نشوف هي الحالات بعمر مبكر بسبب التكنولوجيا وما الى ذلك، هل في مؤشرات معينه؟ هل في وقت معين انا بقدر بلش يعني ادخل فيه بالعلاج الفيزيائي او بانواع معينه من العلاج لنخفف هي الظاهره؟ طبعا
هلا بس قبل اللي بدي اوضح معلومه صغيره قبل ما نحكي بندخل بالعلاج، نحن كالاسباب احيانا عم تكون اذا شخص معه ضعف نظر وما نفحص عيونه منيح بنعمل له احتمال، غير كمان بنحكي عن التكنولوجيا كمان ممكن تعمل له الراوندد شولدر، يعني هو بده يقرب علام المعده ممكن تعمل له الراوندد شولدر. اكثر شيء سبب الراوندد شولدر عند الشيخوخه هو تاكل الغضروف بين الفقرات، يعني هو بدا بلش عنده تاكل الغضروف بين الفقرات انه انت هوني هاي السبب الاهم انه عنده الراوندد شولدر، يعني هو مو نتيجه بس وضعيات عم يكون. الامراض الروماتيزم كمان بتعمل لي راوندد شولدر، فنحن قدام مرض متعددي انها تؤدي لهذا المرض مو بس الوضعيات، بس عم تزيد الإصابة والخلل بهاي الوضعية نتيجة يعني صار ما عنده أي إشكال لمعته لا بنظره ولا معه روماتيزم نتيجة هالقعدة. يعني هلا نحن أنا عندي دراسة أو على اللابتوب أو عندي عن طريق الموبايل بدي أدرس ولا عن طريق اللابتوب، أنا قعدت 3 ساعات بهاي الوضعية الخاطئة ماسك اللابتوب وقاعد 3 ساعات ممكن تأثر؟ طبعا. هلا نحكي ما في شيء اسمه من اول 3 ساعات، انت عم تقعدي كل نهار الجسم بالدماغ بتعود على وضعيه، فهو قاعد كل نهار على هذا النمط، هي من اول يوم لا من اول يومين ولا من اول، هي صارت عادي. انت عادي كل نهار قاعدي 3 ساعات اخذي من وقتك تعودتي على القعده هيك، فجسم فهي بتجي نتيجه تراكميه، فانت اصدام صرتي وضعيه خاطئه بدك تقومي بتصحيحها. طيب حكيت سلمى عن العلاج، فعلا الواحد بيسأل هل هناك علاج فعال ممكن طبعاً يعيد طبعاً الجسم للوضعية الصحيحة والسليمة، وقد ممكن ياخذ وقت؟ طيب هلا العلاج اول شيء انا بدي انه بدي الوضعيات، يعني بدي بلش من تعديل الوضعية. كيف يعني انا حسيت هي كيف الانذار؟ اول انذار هو الالم، يعني وقت انا ببلش تالمني عضلات ظهري وحس انه هون في انكماش بعضلات صدري، انا لازم انا اعطي تذكير او تنبيه لدماغي انه انا كل ساعه ساعتين انا بدي اغير الوضعيه. طيب نحن يعني كيف نشوف القطه اول بتعمل تمطيط؟ يعني نحن لازم يكون توجهنا كامل نحو ستريتش تمارين التمطيط. يعني نحن قاعدين مثلا بنبلش تمام وضعيات تمطيط، يعني نحن كل ساعه بنحاول نغير الوضعيه ما نضل على وضعيه ثابته. تمطيط للهي طبعا هلا في مجموعه صور تمارين انا حاطيتها بال هلا بدها تنعرض كيف التوجه الصحيح نحو التمارين. يعني انا ما اثبت بوضعيه وحدي، انا افرد كتافي بالعاميه مثل ما بيقال جلس جلس، هي جلس مفهومها كبير. شو يعني جلس؟ يعني انا عملت ريتراكت رجعت لوحي كتف نحو الخلف، قعدت وضعيه صحيحه. الاعمال المكتبيه يعني انا هلا بتلاقيهم هيك قاعدين على الكمبيوتر والراس متقدم نحو الامام، لا برجع ظهري لورا، بعطي دائما انا انذار انه تنبيه للدماغ انه انا اقعد وضعيات صحيحه. واهم شيء تمارين التمطيط، يعني انا قاعد بهالوضعيه بدي اعمل كل شيء ما يعاكس هاي الوضعيه. يعني بدي حتى الرياضيين دائما بينصحوا بتمارين الاطاله بالليل لكل شيء خلينا نقول طبعًا. بس اليوم كبار السن خلينا نقول صعبه شوي يمكن يعملوها بشكل دائم او متكرر، خاصه بكون مترافقه بالام مثل ما تفضلتي حكيتي. تغيير الوضعيه يمكن من وضعيه الجلوس الى وضعيه الاستلقاء الى وضعيه مثلا ممكن مشي بضع خطوات ممكن يساعد هذا الشيء طبعًا. اذا نحكي لك كبار السن يلي الحركه شوي صعبه عليهم طبعا. هلا مثل ما قلنا تمارين التبطيط البسيطه بعتقد قادرين يعملوها كبار السن. يعني كمان انت اذا بدك تقولي لهم اقعدوا بوضعياتكم الدائميه انت كمان بتكوني زدتي الحاله سوء. نحن دائما بنتدرج مع كل عمر ومع كل حاله بتمارين تختلف عن هاي طبعًا. في تمارين عندك متوسطه خفيفه شديده، تمارين بتنعمل هنا نايمين على التخت تماما يعني ما بدها، فانت قدام كورس كامل من التمارين، يعني تدرج كامل من التمارين. يعني في الطفل قادر يعمل تمارين واسعه مثلا، كمان الطفل معرض للراوند شولدر لين العظام تكبساح بخليه أهب ويصير معه راوند شولدر. فانت بتدرجي مع كل حاله عمريه بما يناسب القوطه العضليه. وهون انا بدي اسالك، نحن اليوم عم نشوف كثير على السوشيال ميديا للاسف بعض التمارين او العلاج الفيزيائي احيانا ممكن اذا شخص ارتكبه بطريقه خطا ممكن تاثر تاثير سلبي. يعني مو كل الرياضه مثلا اللي بنشوفها على النت فيني انا اعملها طبعًا. بالبيت، وخصوصا في وضعيات خطيره. يعني مثلا هلا عم نشوف بعض المدربين بعض المعالجين من شرق اسيا وما الى ذلك عم يعملوا وضعيات بطريقه ما انا سهله، وانه هي علاج للاكتاف هي علاج خصوصاً قد يمكن ممكن يصير في بعض التصرفات الخاطئه هي ممكن تؤدي تاثير سلبي بدل ايجابي. قد مهم انا هدول يكونوا عند اخصائي
يعرف شو اللي بيناسب جسمي والطريقه اللي لازم انا اعمل فيها. طبعا انا اول مثل ما قلت اول انذار بيعطينا اياه الجسم هو شو الالم. يعني متى بلشت انا احس بالالم وحس بصير في عندنا، لانه نحن من اعراض الراوندد شولدر الالام المزمنه، عدم راحه بين لوحي الكتف، بصير المريض عنده ديسبيليتي، يعني هو ما هو قادر انه يؤدي كل الوظائف اليوميه، بحس فيه بلشت اعاقه، بصير عندنا هو كمان انه مثلا انبسط، بصير عندنا يعني نقصان مقدار بس بنزيد مشكله نقص بس بالمفاصل الوجهيه، فهم بلشت تخف القدره عنده الوظيفيه لهيك، وبدنا بده يشتغل هو على تقويه العضلات. والله بس لي سؤال لو سمحتي، كان الفرق بين اللي بنشوفه على السوشيال ميديا وبين التمارين اللي فعلا لازم يكون هون لازم يكون تدخل المعالج الفيزيائي. يعني انا وقت ببلش انذار الالم انا لازم اتوجه لعند المعالج الفيزيائي ليوجهني بشكل صحيح. يعني انا ما لازم كل ما شفت على النت تمرين روح طبقه، بجوز يكون انا مثلا شفته بس بيكون هو بخص حالتي، فانا لازم يكون التوجه مشان يرشدني نحو التمارين الصحيحه الهادفه لهي المشكله. طيب انت بتنصحوا كمعالجين فيزيائيين باستخدام المقومات او الدعائم لتصحيح ومثل ما بنقول نحن لاعاده الوضع السليم للجسم؟ هلا الاخر الابحاث انه الدعائم بشكل طفيف بتساعد بشكل طفيف بالاكتاف المدوره، لانه هي مثل عم تدعم وتثبت الظهر، فرح تساوي لي ضعف العضلات الشبه المنحرفه الموجوده بالعضلات الظهر. فنحن يعني اذا انا مكان في علاج صحيح وتمطيط العضلات الصدريه وتقوي العضلات الظهر العلويه، فانا الدعائم ما راح تقدم لي غير طفيفه، فانا ما فيني يعني ممكن هي تذكير تنبيه للوضعية الصحيحة وقت أنا بكون عم أدرس عم مارس أعمال أكتبي إنه ريتراكت إنه أقعد أعداء وضعيات صحيحة، بس هي ما رح تقدم لي الفائدة اللي أنا اللي بترجاها من هذا الموضوع. طيب خلينا نحكي شوي، نرجع للعلاجات المنزلية. اليوم قلتي إنه هي بتتدرج، مزبوط؟ خلينا نحكي عن التوقيت كمان. مثلا في ناس بترهق نفسها فجأة بالعلاج، ممكن يعمل هذا الشيء سلبي. يعني مثلا معد وسطيا كل تمرين قد ايه لازم ينعمل؟ أكيد مو من أول مرة مثلاً 50 مرة 50 عدة. لا هلأ الفكرة بالموضوع، أنا إجا لعندي مريض كل واحد له حالي وشدي، وبيكون في عنده أمراض أخرى مرافقة. يعني هلأ في عالم تجي لعندك سليمي بيكون بداية الراودن شولدر، أنت فيك تدرجي معه بتمارين كبيرة. يعني أنت فيك تعطيها تمارين تكون فوراً بلشية تقوية، يعني فبيكون حجم التمارين أكبر، ما عندها مشاكل ضغط قلب، لأنه دائماً إحنا إذا في حالات مرضية عندنا قلبية أو ضغط فبيكون شدة التمرين بدنا كتير ننتبه عليها. يعني إحنا ما فينا نعمل له تكرارات كتيرة في حال إجهاد، نعمل له إجهاد قلبي، فهذا الموضوع كتير لازم يكون في تنويه وانتباه عليه في التدرج بالتنويه. هلا اذا انت عندك ياه مراهق كمان بتعطيك كمان تمارين تختلف عن الاطفال، بتختلف عن كبار السن. كبار السن ممكن انه انا اتوجه له بس تمارين تمطيط ومشي، بقول له امشي وبس، وقتها بده يمشي بدي انا اعطيه الوضعيه الصحيحه، يعني ما اقول له يمشي وهيك ما استفدنا شيء، بدي اوجهه انا بدي يكون انا المرشد الموجه لطريقه التمرين الصحيحه. فلكثير نحن بنوه انه اهميه انه الواحد انه وقت ببلش عنده هي اعراض الراوندد شولدر يتوجه لعند اقرب معالج فيزيائي. قد ممكن فتره الاستجابه او فتره التصحيح الحقيقي اذا بدنا نقول للشخص مع اختلاف الاعمار، مثلا كشاب قد ممكن اذا التزم بحالات العلاج الفيزيائي بشكل دائم وكان عنده ذاكره ذاتيه لتصحيح وضعيه الجلوس او حتى القيام بالاعمال المكتبيه؟ هلا مثل ما قلنا بتختلف. هلا في عالم عندك اياها رياضيه، في عالم عندك اياها قوه العضليه عندها جيده. هلا نحن اذا واحد بدايه الراوند شولدر وعنده القوه العضليه جيده، مجرد ما اعطيناه تمرين التمطيط اللي بخص العضلات الصدريه اللي هي صاير فيها القصر، فهو من يعني خلال فتره قصيره رح تكون الاستجابه، ففورا بتبين تصحيح الوضعيه عنده. في عالم عندك اياها بتكون متطوره كبيره كثير بتاخذ وقت، بتكون القوة العضلية عندها ضعيفة، فنحن هون صرنا قدام وقت كبير. فكل حالة حسب هي شو بتتطلب
وحسب القوة العضلية، حسب نمط الحياة، حسب العمل اليوم الروتيني هو اللي بتطلبه، فهذا كله بيأثر معنا بالعلاج. هلأ كل خليني أقول المشاكل اللي ممكن يعاني منها الشخص أو الديسك أحياناً، بنعرف مثلاً ديسك الرقبة بيأثر على الكتاف وما إلى ذلك، كله له علاج فيزيائي ولا في شيء معين مثلاً ما بينفع فيه العلاج الفيزيائي؟ هلأ العلاج الفيزيائي هو في حالات الديسك هو يعني يعني بيعالجها بشكل صحيح، بس نحن وقت بيكون المريض مترافق معه كذا إشكالية فنحن هون يعني بياخد وقت. يعني فيني أقول لك إنه العلاج مفيد وقت بتكوني أنت شو ما كان التدهور، أكيد العلاج الفيزيائي هو رح لأن شو التوجه هو إنه نحن بتكون إعاقة في وظيفية، نحن شغلتنا إنه نحسن له الإعاقة الوظيفية، فنحن مثل على الديسك طبعاً هلا نحن مثل راوند الشولدر كنا عم نحكي عنه هلا، وقت بصير عندنا قصر بالعضلة الصدرية ورح تعمل تسبب لي رح تسبب لي آلام تنميل ووخز بالأصابع، رح يقول للمريض أنا عندي أعراض ديسك. فنحن العلاج الفيزيائي بيوجهنا كيف نتعامل، كيف تصحيح الوضعيات، كيف نخفف الآلام الديسك، نخفف له من الإعاقة الوظيفية اللي حتى صارت نتيجة الديسك والأمراض. نعم. يعني خلينا نقول بندرس الحالة وعلى طبعاً. أساسها بيكون طرق إن كان العلاج الفيزيائي أو أي خطة بين المعالج وبين المريض. بدنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمت لناها، ونتمنى أكيد الصحة والسلامة للكل. شكرا لك، كل المعلومات اللي قدمت لنا.